أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أنه تم إصدار 8 قرارات تغطي كافة القضايا المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي. وقال في مؤتمر صحفي مع رئيس الدورة الوزارية 161 وزير خارجية موريتانيا محمد سالم ويلد مرزوق إنه تم أيضا بحث موضوع لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. أضاف أبو الغيط أن الدورة الحالية تشهد التركيز على تعزيز العمل العربي المشترك وحل القضية الفلسطينية.